حاج محمد من اسماعيليه اتفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ الحمد لله يا فندم. يا حاج محمد حضرتك على الهواء اتفضل. ايوه يا فندم معلش، احنا الحلقه بتاعت حضرتك حلقه ممتازه جدا، وانا بحب اشارك عشان انقل شكوى جمعيه كامله يا فندم بتتعرض للعطش طوال 15 سنه. 15 سنه بالظبط. وتقدمنا بشكاوى لجميع اللي حضرتك تتخيله في وزاره الري. تمام. احنا جمعيه امون الزراعيه. ايوه. الكيلو 76 طريق مصر اسماعيليه الصحراوي. طريق مصر اسماعيليه الصحراوي. بالظبط. تمام. مصدر الري بتاعكم اساسا ايه؟ مصدر الري من النيل عن طريق ترعه اسماعيليه. تمام. وفي محطة رفع بترفع للمحطة للمحطة اللي بتوصل المية للجمعية عندنا، اللي احنا في نهاية الترعة. نهاية الترعة مالها؟ في جمعيات زراعية قبلنا بتعتدي على الحصة المية المقننة اللي هي المفروض توصل لها، لا يكاد يوصل لنا للجمعية حوالي من 10 لـ20% من الحصة. هو الجمعيات اللي قبلك دي مش المفروض ان دي جمعيات يعني مقنن زراعتها يعني ليها كمية مية، فهو ازاي بيعتدي على الري بتاعك؟ بيعتدي للري بتاعي للأسف، مش عايز اقول فساد ومش عايز اقول تواطؤ، ولكن بشكل ما بيحصل سوء توزيع للمياه بشكل خطير جدا لصالح الجمعيات اللي هي قبلي. زائد عدد مكن وعدد مواتير السحب الرهيب جدا اللي مطروق على نهر الترعه، بيسحب كميات من الميه كبيره جدا جدا، على ما الميه بتكون وصلت ليا في اخر الترعه بيكون كميه الميه عشان اوزعها على مساحه الجمعيه اللي هي تتعدى ال 1000 فدان، بتكون كمية المية اللي واصلة للمزارعين يعني يكاد يكون انا بس الزرع عشان يعيش مش عشان انتج. استثمارات يا فندم. انت قلت لي بتروي استثمارات بالملايين موجودة داخل الجمعية. اراضي الناس شقيانة وبتقتطع من قوت اولادها ومن مصاريف بيتها عشان تستثمر في الارض الزراعية عشان ارض تنتج. الجمعية اسمها ايه يا حاج؟ الجمعية اسمها ايه؟ جمعية أمون الزراعية يا فندم. أمون الزراعية. أنت قلت لي بتاخد من ري ترعة إسماعيلية وعندكم أيوة. ترعة فرعية، الترعة الفرعية دي ترعة مبطنة كويسة ولا شكلها إيه؟ ترعة نموذجية يا فندم. أما هي نموذجية المفروض يبقى فيها عدالة في التوزيع وندي البعض فرصة ويبقى فيه مناوبات للري علشان اللي يروي في الأول يبقى اللي في الآخر برضه المية توصل له. يعني مين اللي بينظم عملية الري؟ ما عندكوش متحكمين أو روابط مية أو مهندس بيجي يتابع؟ يا فندم للاسف بنتعرض لضغوط خطيره جدا. يا حاج دي ما فيهاش ضغوط، دي فيها ناس زرعه. ايوه دي ما فيهاش ضغوط، انا راجل صاحب ارض وبزرع وباكل البلد، يعني باكل بوفر غذاء للشعب، بامن اقتصادنا الغذائي، الامن الغذائي القومي، وبالتالي انا بطلب ميه عشان اروي، انا ما بطلبش حاجه مصلحه شخصيه. النهارده اللي بيشتغل ده هو بيشتغل في الانتاج، فمفيش حاجه اسمها ضغوط. بالظبط. انا هتابعها لك مع السيد وكيل وزاره الري في الاسماعيليه ونبتدي نشوف مين المسؤول عن الري في جمعيه امون ومين اللي مسؤول عن تنظيم الري ما بينكم وما بين الجمعيات اللي هي بتشترك معاكم في نفس الخط. لكن في البدايه لان احنا بنتكلم على العداله في التوزيع، الناس دي عندها ترعه نموذجيه، ترعه نموذجيه دي اللي بيشتغل في الزراعه عارف ان هي بتبقى مبطنه، بتبقى ما فيهاش مشاكل تلوث. وانا وبعدين الجميل ان انت بتتكلم على منطقه الاراضي بتاعتها من اجود الاراضي، ما فيهاش اي مشاكل يعني ملوثات. حاضر يا حاج. النهارده ان شاء الله يا جماعه الحاج محمد من اسماعيليه نكلم وكيل وزاره الري في محافظه الاسماعيليه علشان نعرف ايه المشكله في جمعيه امون.